طائرة على مدينة حريتان رغم وجود المراقبين الدوليين. الله أكبر الله أكبر. الجيش الحر يقوم بحماية المراقبين الدوليين. أخي أنتوا عم تأمنوا تغطية جيدة للمراقبين تحمون؟ إن شاء الله حامينهم حماية كويسة إن شاء الله. الله عليك. إن شاء الله. بس هذا الطيران اللي بالجو هو اللي ذبحنا. شارع المراقبين من القصد الذي